الجاسوسة الخاينة واللي تسببت خيانتها في قتل المئات من الجنود المصريين، واللي قدرت بجمالها وأنوثتها إنها تجند ضابط في الجيش المصري، الفتاة المدللة لإسرائيل واللي لو ما كناش كشفناها كانت مصر اتهزمت في حرب 73، بكت عليها جولدا مائير وأمر السادات بإعدامها. الجاسوسة الخاينة هبة سليم في حكاية برا المنهج. بعد نكسة 67 وأثناء تجهيز مصر لحرب أكتوبر، كانت من أهم الحاجات اللي مصر بتعملها حائط الصد الصاروخي، لأن زي ما قلت لكم في حلقة النكسة إن الطيران الإسرائيلي كان بيتفسح في المجال الجوي المصري، وهسيب لك رابط الحلقة في الوصف عشان تعرف تفاصيل أكتر. وكان لازم نعمل حائط الصد الصاروخي عشان نقدر نصد هجمات الطيران الإسرائيلي، وكمان عشان نقدر نأمن القوات اللي هتعدي القناة أثناء الحرب، واللي طبعا لازم يكون ليها غطاء جوي عشان تقدر تأمن المواقع اللي هتستردها. لكن المشكلة واللي خلت القيادة السياسية والعسكرية في مصر هيجي لها حالة من الجنون، ان كل ما نبدأ نعمل قواعد خرسانية لأي جزء من أجزاء حائط الصد الصاروخي كان الطيران الإسرائيلي يطلع يضربها حتى قبل ما الأسمنت ينشف. وبما ان الموضوع اتكرر أكتر من مرة وعشان المواضيع دي بتبقى في غاية السرية، بدأت القيادة تحس ان في خاين بينهم، وخصوصا ان المعلومات دي مش موجودة غير عند عدد محدود جدا من قيادة الجيش المصري. ومن هنا بدأت رحلة البحث عن الخاين عشان تكتشف المخابرات المصرية اهم واكبر عملية تجسس في تاريخها، واللي لو ما تمش كشفها كانت الهزيمة في حرب اكتوبر هتبقى محسومة. لكن رجالة المخابرات العامة كانوا صحيين، فيكتشف احد افراد المخابرات المصرية والمكلفين بمراقبة الرسائل والخطابات وجود خطاب يبان انه عادي مبعوث لفتاة مصرية موجودة في باريس، والخطاب كان عبارة عن كلام حب ورومانسية. بس اللي لفت انتباه فرد المخابرات عبارة كتبها المرسل، وهي انه قام بتركيب اريا للراديو، وطبعا عصر الراديو كان عدى، فتنور على طول اللمبة الحمراء عند فرد المخابرات ويبدأ يشك ان الاريال ده يخص جهاز لاسلكي للارسال والاستقبال، وتبدأ رحلة البحث عن أي إشارات صادرة من جهاز لاسلكي في القاهرة، ويتم تفتيش جميع الأماكن اللي بيتم الاشتباه فيها للبحث عن الإريال أو جهاز اللاسلكي. وبالفعل يقدر يوصل أحد رجالة المخابرات العامة لجهاز الإريال على سطح أحد العمارات، ويتم الاتصال باللواء فؤاد نصار مدير المخابرات الحربية، واللي بيقوم بالاتصال بوزير الدفاع الفريق أول أحمد إسماعيل، واللي بيقوم بدوره بإبلاغ الرئيس أنور السادات. هتقول لي حضرتك وليه كل ده؟ هو مين اللي لقوا الاريال فوق العمارة عنده؟ هقول لك، ما هي دي المصيبة السودة. عشان الشخص اللي لقوا الاريال فوق بيته يبقى المقدم فاروق الفقي رئيس الفرع الهندسي لقوات الصاعقة المصرية، وكان على الرغم من صغر سنه ورتبته كان من الناس القليلين جدا اللي بيحضروا اجتماعات هيئة العمليات الخاصة بالقوات المسلحة المصرية، واللي كان بيرقصه اللي هو محمد عبد الغني الجمصي قبل ما يبقى مشير، ده غير انه كان مرشح انه يبقى من ضمن الفريق اللي هيبطل مفعول النابالم قبل عملية العبور. والمصيبة الاكبر انه كان هيكون من ضمن الشخصيات المحدودة واللي هتعرف ميعاد حرب اكتوبر قبل ميعادها، وعشان كده الدنيا اتقلبت وما قعدتش، لدرجة انهم لما بلغوا القائد بتاعه اللي هو نبيل شكري قائد قوات الصاعقة عشان يتم القبض عليه من غير ما حد يحس، فكان اللي هو نبيل شكري مش مصدق وقال لهم مستحيل فاروق يعمل كده، ده مثال للانضباط والالتزام وحب الوطن. ولكن بعد ما رجالة المخابرات بدأوا يعرفوا الأدلة اللي معاهم بدأ يقتنع، وطلبوا منه انه يتصل بفاروق الفقي ويطلبوا لحضور اجتماع في مبنى القيادة العامة للجيش المصري. وأول ما وصل فاروق الفقي لمبنى القيادة العامة في الميعاد، يدخل فاروق الفقي مكتبه عشان يكتشف ان اللواء حسن عبد الغني نائب رئيس المخابرات الحربية مستنيه في مكتبه، عشان يبدأ فاروق بالكلام ويقول له هو انتوا عرفتوا؟ انا هبة سليم هي اللي جندتني. وهنا تقرر المخابرات المصرية انها تستغل الثقة اللي كسبها فاروق الفقي عند الموساد وتستخدمها في خطة الخداع الاستراتيجي لحرب اكتوبر. وبالفعل يفضل فاروق الفقي انه يبعت رسائل للموساد لمدة شهرين بعد القبض عليه، وكانت الرسائل بيتم اعدادها من المخابرات المصرية لتضليل الموساد. وبعد شهرين تقرر القيادة العامة انها تنهي العملية، وتبدأ المخابرات العامة وضع خطة للقبض على هبة سليم.
وقبل ما ندخل في تفاصيل خطة القبض على هبة سليم لازم نعرف الأول مين هي هبة سليم، وإزاي قدر الموساد الإسرائيلي إنه يقوم بتجنيدها، وإزاي قدرت بعد كده إنها تجند ضابط في الجيش المصري، وإيه هي المعلومات اللي قدرت توصلها لتل أبيب. هبة سليم اللي اتولدت وعاشت حياة مرفهة في حي المهندسين بالقاهرة، وكان والدها بيشتغل وكيل لوزارة التربية والتعليم، وكانت هبة زي أصحابها بيقضوا معظم وقتهم في نادي الجزيرة، وكانت كل اهتماماتهم اللبس والموضة والحفلات، ولما حصلت النكسة كان عمرها ما يعديش 20 سنة، وكانت لسه واخدة شهادة الثانوية العامة. وفي الوقت ده قعدت هبة سليم تقنع في والدها انها تسافر تكمل تعليمها في فرنسا، وبعد إلحاح من هبة يوافق والدها على السفر، وتسافر هبة لباريس عشان تكمل تعليمها الجامعي هناك، وتحاول كذا مرة انها تحصل على وظيفة في السفارة المصرية في باريس ولكنها كانت بتفشل، وكان كل مرة بيتم رفضها. وفي بداية دخول هبة سليم للجامعة تجمعها علاقة صداقة بفتاة يهودية من اصل بولندي، وده ما فرقش مع هبة في حاجة، لدرجة ان هبة كانت بتسمع لها وهي بتقول ان الاسرائيليين بيدافعوا عن نفسهم وبيكرهوا الحرب وانهم ناس كويسين. وفي نفس الوقت ده كان لهبة استاذ في الجامعة فرنسي الجنسية اقنعها ان هي تلتحق بالسربون في فرنسا عشان تكمل دراسة اللغة الفرنسية، ووعدها انه هيسهل لها الاجراءات، وبكده تمتد اقامة هبة سليم في فرنسا من عدة اسابيع لسنتين. وفي خلال الفترة دي يبدأ الموساد الاسرائيلي مرحلة تجنيد هبة سليم، وفي الوقت ده بدأت هبة سليم تتقرب من صديقتها اليهودية اكتر، واللي كانت بتعزمها عندها في البيت مع مجموعة من الشباب اليهودي. وطبعا هبة كان بتتكلم معاهم على كرهها للحرب وانها تتمنى ان يعم السلام المنطقة، وهم كمان كانوا بيحاولوا يقنعوها بان اسرائيل بلد جميل ومسالم، وان الشعب الاسرائيلي بيكره الحروب وبيدور على السلام، واقنعوها بان اسرائيل قوة كبيرة وان العرب مستحيل يهزموا اسرائيل. بس اللي كانت ما تعرفوش هبة سليم انها بتتكلم مع ضباط من الموساد الاسرائيلي، وفي مرة من المرات وبعد ما تأكدوا ان هبة سليم خلاص بقت جاهزة للتجنيد كلمها الضابط بصراحة وقال لها انا ضابط في الموساد الاسرائيلي وعايزينك تتعاوني معانا عشان نقدر نخلي السلام يعم المنطقة، وده مقابل اننا هنعمل لك كل اللي انت تطلبيه. وكانت خطة الموساد في الوقت ده انه يتم زرع هبة سليم في وسط الطلبة العرب الموجودين في فرنسا وانها تنشر افكار الموساد فيهم. ولكن في مرة من المرات وهبة سليم قاعدة بتتكلم مع ضابط الموساد الاسرائيلي افتكرت المقدم فاروق الفقي واللي كان بيحبها وكان بيطاردها في نادي الجزيرة، واول ما سمع ضابط الموساد من هبة سليم كلامها عن الضابط المصري راح مغير الخطة على طول، وطلب من هبة سليم انها ترجع لمصر وتقوم بتجنيد فاروق الفقي بأي تمن. وبالفعل ترجع هبة سليم على مصر وتبدأ تتردد على نادي الجزيرة لغاية ما في يوم يروح فاروق الفقي ويشوف هبة سليم ويرجعوا يتقابلوا تاني. وعشان كان فاروق بيحب هبة سليم لدرجة الجنون، ده غير انبهاره بثقافة هبة سليم والفترة اللي قعدتها في فرنسا، وعشان يعوض النقص اللي هو حاسس بيه بدأ يتكلم فاروق الفقي مع هبة سليم عن أسرار عسكرية غاية في الخطورة والسرية، ويوصف لها قد ايه هو مهم والجيش ما يقدرش يستغنى عنه، لدرجة انه في مرة من المرات فرج هبة سليم على خرائط عسكرية خطيرة بتحتوي على مواقع الصواريخ الجديدة، وراحت هبة سليم على طول بعتت المعلومات اللي عرفتها من فاروق للموساد الاسرائيلي. واما الموساد اتأكد من خطورة واهمية المعلومات اللي بعتتها هبة سليم بدأت اهمية هبة سليم تزيد عند الموساد، وبعد ما حكمت هبة سليم سيطرتها على فاروق الفقي تجنده لحساب الموساد الاسرائيلي، وبدأت تعليمه الكتابة بالحبر السري والشفرة والارسال اللاسلكي، وبدأ سيل المعلومات يروح على الموساد الاسرائيلي من فاروق، ويدي فاروق الفقي للموساد على طبق من ذهب وثائق وخرائط عسكرية لمنصات الصواريخ، ده غير ان كل عمليات الصاعقة كانت بتتكشف وبدأ عدد الشهداء يزيد. وفي الوقت ده كانت هبة سليم عايشة حياتها في فرنسا بالطول والعرض، وبلغها ضابط الموساد انها هتسافر لإسرائيل، وكانت هبة سليم مبسوطة جدا بالسفر لإسرائيل، وكانت بتحكي عن زيارتها لإسرائيل بكل فخر، وبتقول انها اول ما وصلت المجال الجوي الإسرائيلي طلعت طيارتين حربيتين رفقت الطيارة بتاعتها لغاية المطار، واول ما وصلت كان في عدد من الضباط الإسرائيليين في انتظارها،
وقاموا بتأدية التحية العسكرية ليها، واستقبلها مقير عميد رئيس جهاز الموساد في مكتبه، وعملوا لها حفل استقبال ضخم، وحضروا كبار ضباط الموساد الإسرائيلي وعرضوا عليها إنهم يلبوا كل طلباتها. ولما طلبت مقابلة جولدا مقير رئيسة وزراء إسرائيل وفوا لها طلبها، وراحت فعلا تقابل جولدا مقير في مكتبها. وأول ما وصلت عند مكتب جولدا مقير لقت عشرات الجنرالات الإسرائيليين موجود قدام مكتبها، وقاموا بتأدية التحية العسكرية لهبة. ولما قابلت هبة سليم جولدا مقير، جولدا مقير قالت: هذه الآنسة قدمت لإسرائيل خدمات أكثر مما قدمتم لها جميعا مجتمعين. وبسبب اللي عمله فاروق الفقي، وبعد ما تم كشفه، راح اللواء نبيل شكر القائد بتاع فاروق وقائد قوات الصاعقة المصرية قام بتقديم استقالته، ولكن الاستقالة اترفضت، وتم الحكم على فاروق الفقي بالإعدام ربيا بالرصاص. وفي الوقت ده يطلب اللواء نبيل شكري انه يكون من ضمن الافراد اللي هينفذوا حكم الاعدام في فاروق، وتتم الموافقه على طلبه، ويتم تنفيذ حكم الاعدام بايده على الخاين فاروق الفقي. وفي التوقيت ده كان في مصر بيتم وضع خطه للقبض على هبه سليم، وكان في بعض الضباط شايفين انه يتم ارسال فريق لتصفيه هبه سليم في باريس، ولكن الفريق اول رفعت جبريل رفض وقال: هنرجعها حيه، هنجيبها عن طريق نقطة ضعفها وهي أبوها واللي كان شغال في ليبيا، ويتم الاتفاق مع الجانب الليبي على تفاصيل العملية، ويسافر اللواء حسن عبد الغني وضابط آخر لليبيا عشان تبدأ حرب خفية بين المخابرات المصرية والموساد الإسرائيلي. بس المخابرات المصرية كانت عاملة حسابها كويس، وكانت حاطة خطة ما تخرش المية عشان تقدر تستدرج هبة سليم من غير ما الموساد يحس. واول ما وصل اللواء حسن عبد الغني والضابط اللي معاه راحوا عشان يقابلوا والد هبه سليم، وبعد ما عرفوه على شخصياتهم عرفوا ان هبه سليم متورطه مع منظمه فلسطينيه في اختطاف طياره، وان الموساد الاسرائيلي ممكن يقبض عليها في اي وقت، وانهم عايزين يهربوها من فرنسا عشان ما يتحطش اسم مصر في عمليه ارهابيه. وقالوا له يبعت رساله لهبه ويقول لها انه تعبان جدا ومصاب بذبحه صدريه ومحتاج يشوفها. وعشان المخابرات المصرية ما تسيبش وراها ولا ثغرة، فكانوا عارفين ومتأكدين من ان الموساد الاسرائيلي لازم هيتأكد من حقيقة مرض والد هبة سليم قبل ما يسمح لهبة سليم بالسفر. فقامت المخابرات المصرية بالتعاون مع السلطات الليبية بحجز غرفة الوالد هبة سليم في احد المستشفيات بطرابلس، وفهموا الاطباء المسؤولين مهمتهم والدور اللي مطلوب منهم بالظبط. وبالفعل تبعت المخابرات الاسرائيلية احد عملائها للمستشفى، وبعد ما يتأكد الموساد ان والد هبة سليم فعلا مريض وموجود في المستشفى، يسمح الموساد لهبة سليم بالسفر لليبيا عشان تطمن على والدها. واثناء وصول طيارة هبة سليم لمطار طرابلس بيتم الاتفاق مع المسؤولين في المطار، وكان في طيارة تابعة لمصر للطيران جاهزة للإقلاع وواقفة بالقرب من الباب المخصص لكبار الزوار، وعشان ما تلفتش الأنظار كانت الطيارة طافية جميع الأنوار، ده غير ان المسؤولين في المطار قللوا الإضاءة في المكان اللي واقفة فيه طيارة مصر للطيران، واللي تم تأجيل إقلاعها مخصوص عشان تاخد هبة سليم. وأول ما وصلت هبة سليم نزلت من الطيارة لوحدها، بس عشان المخابرات المصرية كانوا شاكين إن يكون في حد من الموساد الإسرائيلي بيراقب هبة سليم، فقرروا إن هم يقنعوا دبلوماسي في السفارة المصرية بليبيا واللي كان على معرفة سابقة بهبة سليم عشان يكون موجود في المطار ويستقبلها، بحيث إن لو في حد من الموساد بيراقبها يطمن ان في حد تعرفه او في حد من اهلها منتظرها وان كل حاجه تمام، وبالفعل يكون الدبلوماسي المصري في استقبال هبه سليم في المطار. واول ما توصل ياخدها ويدخل بيها صاله كبار الزوار عشان يستقبلها ضابط المخابرات المصريه واللي خدها على طياره مصر للطيران عشان يرجعوا بيها لمصر. وفي الطياره واول ما تدخل المجال الجوي المصري يقوم ضابط المخابرات المصريه يقول لهبه سليم: هو ده الهرم وهو ده النيل وهي دي مصر يا عبلة. وما تسألنيش من عبلة عشان دي كانت بطلة فيلم الصعود للهوية واللي كان بيجسد شخصية هبة سليم، لكن اللي حصل بالفعل ان هبة سليم اول ما عرفت ان هم هيرجعوها مصر بدأت تصرخ وتزعق وتشتم في رجالة الامن، وده ما عجبش ضابط المخابرات المصرية، واللي راح ضربها قلمين خلاها فضلت ساكتة لغاية ما وصلوا لمصر. وبعد ما طم القبض على هبة سليم كان الضابط المشرف على تجنيدها من كبار رجال الموساد الإسرائيلي، وكان مرشح إنه يمسك رئاسة الجهاز،
واول ما عرف بخبر القبض على هبه سليم وان هو ورجالته ما عرفوش يامنوها ضرب نفسه بالنار في مكتبه، وتتقدم هبه سليم للمحاكم ويصدر الحكم عليها بالاعدام. وبعد انتصار مصر في حرب اكتوبر كان وزير الخارجيه الامريكي هنري كيسنجر في اول زياره ليه بعد الحرب لمصر، وكان هيقابل الرئيس السادات في اسوان، وكانت جولدا مائير طلبت منه انه لما يقابل السادات يطلب منه تخفيف العقوبه على هبه سليم، وفعلا وهو قاعد مع السادات طلب منه تخفيف الحكم، فرد عليه السادات تخفيف الحكم ازاي دي تم اعدامها. فاندهش وزير الخارجيه الامريكي وقال له امتى؟ قال له وهو بيبص لمدير المخابرات الحربيه النهارده، وكانه بيقول لمدير المخابرات الحربيه نفذ حكم الاعدام النهارده. واول ما وصل الامر لمأمور سجن النساء، وعشان كان عارف انه بيتعامل مع شخصيه مش سهله وتم تدريبها على اعلى مستوى، فقام بتجهيز مأموريه على اعلى مستوى من السريه والتامين عشان ينقل هبه سليم لسجن الاستئناف عشان يتم تنفيذ حكم الاعدام هناك. وعشان كان خايف ان خبر اعدام هبه سليم يتسرب ويتم استهداف المأموريه، ده غير انه خاف ان هبه سليم يحصل لها حاله هستيريا او اي وعكه صحيه تخليهم ياجلوا تنفيذ حكم الاعدام. وعشان كده راح بعت لهبه سليم، واول ما دخلت عليه المكتب قال لها مبروك يا هبه، الالتماس اللي قدمتيه لرئيس الجمهوريه اتقبل وهيتم ترحيلك للقاهره عشان يتم نظر الالتماس. وده فرح هبه سليم جدا، وقالت له مش قلت لك ان هخرج من هنا؟ مش قلت لك الموساد ومش ديان وجولدا مائير مش هيسيبوني؟ بس اللي ما كانتش تعرفه هبه سليم انها رايحه لحبل المشنقه. الفرق بين البطل والخاين كلمه بتتحط جنب اسمه، كلمه بيتبني عليها الماضي والحاضر والمستقبل. اسوأ شيء في الدنيا الخيانه، واسوأ انواع الخيانه خيانه الوطن. عاشت مصر حره وتحيا مصر.